We have good job, we have good, we had, but we had. So we hope that we return to this life, good life. فاتوا عليه الساعة 3 بالليل، فاتوا على أهل البناية كلها، صار يهددونا صار يهددونا بمعنى الكلمة إنه إذا ما طلعنا أو ما ساوينا شيء راح يهدموا البناية فوق راسنا. ففي كتير ناس نصحوني إني أطلع أنا ومعي بنت، يعني أنا لا حوالي لا أهلي ولا زلمة ولا في حدا حوالي. حملت حالي وطلعت أنا وبنتي، إجينا على لبنان، من لبنان إجينا على تركيا، حتى فتنا على الغابة، ضلينا 3 أيام غايبين ضايعين بالغابة. يعني أنا بنتي مرضت معي بالغابة. في حرب، كهرباء نو، لا كهرباء، خبز قليل، كنا نخبز عيدنا على الصوبيا كنا ناكل. طيب خبز نو، حتى أكل مثلا خضرة ما في، بلغور فقط خبز، فقط خبز بلغر، يعني أكلنا بلغر كتير. يعني صعب كتير كتير. أصعب شيء عند المرة السورية إن تشوف ابنها يعني بحرب، ويعني تقلق على ابنها، يعني صعوبة إن تلقى ابنها مقتول، يا إنه خبر سيء على ابنها. مشان هيك أكثر الأمهات تأخذوا ولادهم عم يهربوا بيهم، واللي ما تأخذ ولادها عم تبعت ولادها على البرة، على البلاد برة. My two daughters were about 1 year. They went back to Syria to their father because they couldn't. Because of bad circumstances, they couldn't tolerate anymore. They choose to, we will die anyway. I prepared to die with at my home, not seeking for something I can't find. حتى بنتي صارت بالمنام وهي نايمة تفيق بالليل، هون بالكم هون نطت من التخت تقلي قنبلة. يعني الرعب والخوف، أنا بشوف بنتي يعني أكل لا بتاكل لا بتشرب، أكل ما عنده، يعني نفسيتها تعبانة. You feel you are neglected from the world, all world. No one care about you. It doesn't. In Jordan, when I was seeking for a job, they don't care about your certificate, they don't know about your qualification, doesn't matter. You are Syrian, you are now a refugee. Nothing. Go and do it yourself. إذا جينا كمان عم يرجعونا لتركيا، والتركيا أهم شيء عم يرجعونا لسوريا. اللي بيطلعوا التهريب عم يستنوا الجروب تكملوا، في 15 يعني نفس، في أكثر كمان. وكيف سافرتم؟ ماشيا او في يعني في شويه ماشي، وفي يعني اكثر شيء ماشي بالغابات. بالغابات عم في ناس عم يجوا 9-10 مرات وعم يرجعوا، وفي ناس عم يضلوا شهرين 3 اشهر بالغابات عم يستنوا تيجوا. We love to live and we love our children, our family, and we hope a good future. Not for me, for our children, for my children. We deserve to live in peace. For a peaceful place, only peaceful place, and job for life, only for life. Then if our country become okay, we can return. Yes, we hope so.